اهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لاحوال الطقس اذا عدنا اليكم من جديد في هذه النشريه الجويه الخاصه للمناطق الولايات المعنيه بتساقط الامطار هذه المره اليوم الثلاثاء الثاني من شهر مارس 2021 اذا نتوقع باذن الله تعالى بعض الامطار ستميز جنوب تلمسان جنوب عين وشنت وجنوب وهران بالاضافه الى ولايه السعيده وسيدي بالعباس وايضا مناطق النعامه وال المشرية إذا كل هذه المناطق ستكون معنية بالأمطار نتيجة اضطراب أطلسي المنشأ وسحب كثيفة ستميز المناطق الغربية والوسطى هذا كما قلنا الثلاثاء في الفترة الليلية نذكر متابعينا الكرام بموعدة الأمطار ستكون في الفترة الليلية ليوم الثلاثاء الثاني من شهر مارس 2021 إذا كل الخير نتمنى للجميع هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته